وقد كانت السنوات جيدة للدي اكس ان. نجاح بعد نجاح جعلت من العناوين تتكلم جيدا عن تذبذب الشركة في السوق الدولية. هذه هي النجاحات التي تعمل بالطاقة من جانب القيادة الماهرة لمؤسس الشركة، والتي تترجم باستمرارية المنتجات والتميز في الخدمات. دي اكس ان هي منظمة ذات شهرة دولية والأسرع نموا في التسويق الشبكي. اليوم دي اكس ان تعرض مزرعة لينكزي ذات الدرجة العالمية والمصنع لإنتاج المكملات الغذائية الموثقة بجي ام بي الموحدة، مع العمليات التي تغطي الكرة الأرضية في أكثر من 100 بلد وأكثر من 4 ملايين من الموزعين المسجلين. لقد رسخت دي اكس ان موقعها بوصفها رائدة على مستوى العالم في المنتجات القائمة على أساس لينكزي. في الواقع فهو موقف مطلوب ومستمد من اتحاد ذكي لما نسميه التنين الأوحد، عالم واحد، مفهوم سوق واحد. دي اكس ان هي شركة رعاية متنوعة دوليا، والتي تتراوح أنشطتها بين MLM التسويق المتعدد المستويات، التنمية العقارية، الطاقة المتجددة، السياحة. الابتداء بثقة كأخصائي مزارع فطر جانوديرما في وقت لاحق لخريج في الابتكار العلمي للأنواع، وفي نهاية المطاف إلى إبراز الابتكار ذي الطراز العالمي من خلال تطوير مجموعة من المنتجات عالية الجودة. هذه هي دي اكس ان. أسست من قبل الدكتور ليم سيو جين، خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا المشهور عالميا. دي اكس ان تشدد حرصها بحدة في استخدام الفطر من أجل الصحة، وإدراكا من سمعة فطر لينكزي باعتباره ملك الأعشاب، فقد أمضى الدكتور ليم أكثر من 10 أعوام من البحث والتحليل العلمي لخلق قاعدة صلبة لابتكار دي اكس ان لمجموعة واسعة من المنتجات الصحية المحافظة على الصحة. إن أثر شركة دي اكس ان يلمع مع شبكة متكاملة من الوجود المحلي الممتاز. على الجبهة العالمية فإن للشركة وجود تسويق قوي لمبيعاتها ومراكز الأسهم التي تغطي العالمين المتقدم والنامي. دي اكس ان فلسفة عالم واحد وسوق واحدة تؤكد عمليات التكامل من جميع المعاملات التجارية الدولية، وسهولة التوزيع للأعضاء مع مكافأة في جميع أنحاء العالم ببطاقة عضوية واحدة. واسم الشركة معالم الإنجاز، تعرض دي اكس ان بفخر قائمة من الجوائز وشهادات التقدير التي تتراوح بين الشركة الأبرز في النظام التسويقي المتعدد المستويات MLM إلى مزاولة التصنيع الحسن GMP، وبينهما العديد والتي تعكس حيوية إيجابية للشركة. تنتج دي اكس ان مجموعة واسعة من المنتجات التي تتألف منها مكملات الرعاية الصحية، الأغذية والمشروبات، إلى العناية الشخصية والمنزلية في مزرعتها لينكزي ومصانعها في جترا، قدع، شمال دولة ماليزيا. مزرعة لينكزي دي اكس ان هي أكبر مزرعة للجانوديرما الطبيعي العضوي في العالم. إن زراعة فطر الجانوديرما تمارس في بيئة ذات التكنولوجيا العالية. باستخدام نهج الزراعة العضوية فإن دي اكس ان تتجه مع الطبيعة على طول الطريق باستخدام مواد مثل قشر الأرز ونشارة الخشب للحفاظ على أعلى مستوى من النقاء والنظافة. فقد عولج لينكزي دي اكس ان باستخدام أكبر وأطول نظام الأوتوكلاف لضمان أن جميع البكتيريا والفيروسات والفطريات قد خضعت لعملية التعقيم السليم. من خلال هذه الطريقة فإن فطر جانوديرما دي اكس ان ينتج أكثر من 300 نوع من العناصر الأولية والثانوية، بما فيها الأنزيمات المساعدة والأحماض الأمينية والفيتامينات، الكربوهيدرات والعناصر ذات الآثار الأخرى، مما يساعد على تحسين النوعية والكمية ونمو المحصول. في مجال زراعة سبيرولينا، دي اكس ان هي أول شركة تسويق متعدد المستويات في ماليزيا لاستكشاف إنتاج سبيرولينا من الزراعة إلى المنتج النهائي، في حين تمر بين صرامة البحث والتطوير واختبارات الكفاءة. لكونها الأولى، دي اكس ان تلقت 10 سنوات مركز الرواد الحافزة على زراعة وتجهيز سبيرولينا من وزارة الزراعة.
إن مسحوق DXN السبيرولينا هو عبارة عن مسحوق الأيكولوجية باستخدام اختيار الأنواع المزروعة في أحواض نظيفة دون استخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب. في مصنع المكملات الغذائية واعتماد غرف نظيفة تؤكد الحالة الأمثل لظروف صحية والتي تمتثل للمعايير الدولية، وهذا مما يزيد صرامة مراقبة الجودة. وفي عام 2004 قمنا باستثمار 15 مليون رينت لبناء مصنع لخلط البن بأحدث التقنيات التلقائية وخط جديد للتعليب لتلبية التوسع في السوق. يبدأ بمزج القهوة ذات الدرجة المرتفعة المتميزة مع مسحوق الجانوديرما، وذلك ضمن بيئة آمنة لغرفة نظيفة. يضيف الجانوديرما الخاص بنا القيمة بإضافته إلى القهوة، حيث يعلب ويحزم من أجل التصدير إلى جميع أنحاء العالم. إن منتجات مشروبات DXN الأخرى تتنوع من عصير النون اللذيذ ومشروبات الروزيلي، شاي الأعشاب بما فيه شاي ريتشي جانو، كورديبان DXN وعصائر الفواكه. وللتمعن بصمت في مجال العناية الشخصية، فإن DXN تنتج مجموعة واسعة من المنتجات تتراوح بين الدهون العشبية، الصابون، الزيوت، ومعجون الأسنان، مسحوق، علاج التدليك والعطور. وللنفوذ إلى أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن DXN تستخدم التجارة الإلكترونية لتعزيز استراتيجيات التسويق. من خلال هذا النظام توفر DXN للأعضاء المعلومات عن النقاط الشهرية، حالة علاوة الأعضاء وتحويل الأموال للمشتريات. التجهيز الإلكتروني للبيانات يستخدم أيضاً في مراقبة المخزون. وتقدم DXN برامج تدريب منتظمة ومستحدثة لمساعدة الأعضاء كي يتعرفوا بدقة على النخبة الواسعة من المنتجات الممتازة التي تقدمها DXN. واستناداً إلى معرفة منتج ذي ميزة خاصة معرفة تامة، فإن الأعضاء يحصلون على تدريب أكثر دقة وتدريب منظم كممولين لمنتجات DXN عبر شبكة تسويق عالمية متكاملة. يحقق الناجحون أحلامهم مدى الحياة من خلال المكافآت المبهرة وخطة الاعتراف التي تجعل نقطة التحول لجهودهم سريعة. التفرع إلى مجالات أخرى، فقد شرعت DXN في أعمال السفر من خلال أعمالها المملوكة بالكامل رحلات DXN الممتعة، وهي تقدم رحلات داخلية وخارجية مزودة بالمطاعم للرحلات والسفر لاحتياجات الجماعات والأفراد. كما توفر الشركة أيضاً عروض رحلات جماعية واتفاقية ومؤتمر. في مجال آخر لحركة متنوعة، فقد شرعت DXN في عمل أول مشروع لها للتنمية العقارية في شكل مساكن ريتشموند المخصص لذوي المدخول المرتفع في جيليتونغ بينانغ. ويضم المشروع 94 وحدة مطلقة من 3 طوابق ذات بوابات وصلة فيلا التنمية في جيليتونغ بينانغ، ويقع في منتصف الطريق بين تطور الضواحي السريع لجورج تاون وبايان بارو. أقرب إلى البيت، DXN هي في خضم مشروع تطوير البلدة منذ 10 سنوات، حيث يتألف من بين أمور أخرى متجر المكاتب، أوتو سيتي، هايبر ماركت مول، والمباني التجارية، فندق، مستشفى خاص، مدرسة، مؤسسة والمنازل السكنية. مع كل 300 وحدة فقد تم بيع مبنى متجر المكاتب، في حين أن الهايبر ماركت يحتل مكانته كمرسات المستأجر، وهنا تبرز ستار جيت بوابة النجمة لتكون درة التاج لسوق عقارات قدح. في مجال الطاقة المتجددة، فقد أكملت DXN بنجاح عرضها لنموذج مصنع الديزل الحيوي في ميناء كوانتان، تانغونغ جيلانغ، كوانتان، بهانغ دارو المكمور. إن المصنع النموذجي يقدم كفاءات DXN وقدراتها في مجال التكنولوجيا الأحيائية الرائدة للطاقة، الطاقة لعالم الغد.
وأسرتنا الكبيرة نحن في العالم في 100 بلدة. رؤية تتحقق وتسعى البعثة إلى حدود جديدة. سترى مجموعة DXN تصل إلى مجموعة نجوم في السنوات القادمة. ادخل إلى عالم حيث تصبح به الأحلام حقيقة. ادخل إلى عالم DXN.